السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع الدعاء المستجاب. الدعاء إنه كنز عظيم يجب عدم التفريط فيه. الدعاء إنه من أفضل العبادات التي يحبها الله تعالى. النبي كان يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الله كريم يحب العطاء، إنه قريب يستجيب الدعاء لكل الناس المؤمنين والعاصين. الله يحب من يخشع في عبادته ويعمل الخيرات والأعمال الصالحة ويدعوه بجوارح خاشعة وقلب سليم. الله سبحانه وتعالى يعلم متى وكيف تحصل على الخير، فيجب الصبر. ربما يستجيب للدعاء فورا، وإما يؤجله لوقت أنسب. ربما الذي طلبته فيه أذى لك وكان خارجا عن جهل فلا يستجيب لك. ربما يصرف ويبعد مصيبة أو مرض عنك، وربما يؤخر الإجابة إلى يوم القيامة لكسب الحسنات. قال النبي عليه السلام: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أطلب من الله بكل خشوع وإخلاص من كل قلبك، واثقا أن الله يستجيب الدعاء وأنه كريم وقريب منا وهو على كل شيء قدير. عند الدعاء احمد الله وصل على النبي وتوجه نحو القبلة واستغفر الله وادعوه باسمه الأعظم أو أسمائه الحسنى. رجح أهل العلم اسم الله الأعظم هو الله أو الرحمن. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا تدعوا فله الأسماء الحسنى. ارفع يديك مفتوحة عند الدعاء، وهو من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة له. ادعوا الله في الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، أو ادعوا الله بعد الصلاة والتسليم واطلب ما تشاء. فإذا كنت فقيرا اسأله باسمه الغني، وإذا كنت مريضا اسأله باسمه الشافي، وإذا كنت مذنبا اسأله باسمه الغفور، وإن كنت تائها اسأله باسمه الهادي، وإذا أردت الرحمة اسأله باسمه الرحيم، وهكذا.